صحيح ميسان، يعني أيام قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك، أكيد لا نقدر هيك نستقبله بتسامح. شهر الخير، شهر رمضان الكريم، مع اقتراب هذا الشهر وبظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، لازم نحاول نستثمر هالشهر الفضيل لحتى يكون حالة روحانية نرسخ فيها مفاهيم ترجع علينا بالسلام الداخلي والطمأنينة وأيضا الإيجابية. كثير من المصطلحات فينا نستخدمها وهي بتكون بمضمونها التسامح، العطاء، الخير، كل هدول القصص كيف فينا نحن نقدر نقويهم وننميهم ونستثمرهم دائما بحياتنا ومنخص شهر رمضان المبارك لصحتنا النفسية والعقلية. حناقش هذا الموضوع. بصرنا نرحب بضيفتنا الدائمة سلوى عرنوس، مدربة مهارات حياة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا سلوى. أهلا فيك. يسعد صباحك سلوى، ومن لك هيك إن شاء الله كل عام وانتم بخير مع اقتراب شهر رمضان المبارك. سلوى، يعني كيف بنقدر نحضر حالنا نفسيا وعقليا لاستقبال شهر رمضان؟ ومثل ما ذكرنا بالمقدمة، مثل ما ذكرت سالي، نزرع هاي المفاهيم الإيجابية بحياتنا اليومية خلال هذا الشهر، ويمكن لتصير نمط حياة فيما بعد. تصير نمط حياة تماما. نعم. هلأ شهر رمضان يعني هو شهر رحمة، أهم شيء نذكر كلمة رحمة، فنحن أول شيء لازم نتصف فيه هو صفة الرحمة. فنحن أول شيء شهر رمضان بظروف صعبة نحن عم نمر فيه، فخلينا ننظف أنفسنا من الداخل حتى نكون نحن مستقبلين هالشهر بكل خير. فأول شيء إذا نحن زعلانين من حدا، يفضل أنه نبدأ الشهر ونحن متسامحين، وخاصة إذا كان هذا الزعل مع أفراد عائلتنا، يعني مع أقربائنا، مع صلة الأرحام، زوجي مع زوجها بالبيت. خلينا نبدأ الشهر بمحبة، يعني قدر الإمكان نلتمس الأعذار للطرف الآخر بدون ما نقول أنه أنا عم بتنازل أو هن يصالحوا قبل أو هيك. يعني خلينا نكون الصلح بشغلة كتير بسيطة، نعايد بعض على التليفون للأقرباء، يعني نخلي نحن خلينا نكسر هالحاجز الجليدي اللي بيننا وبين الأقرباء بسبب ظروف معينة، خلافات قديمة. خلينا نبدأ شهر رحمة ومحبة بدون ما نفوت بعتب. يعني ما بدنا نحن نفوت بعتب. بعض الناس بتقلك أنه العتب بخلينا انتحر قلوبنا، أبداً. الشيء الصح هو أنه نحن نتسامح، نوجد عذر. دائما نتذكر أنه كل إنسان له طريقة تفكير معينة، كل إنسان مر بظروف معينة، مر بتجارب معينة خلته يتصرف بهذا أسلوب أو بهذا السلوك. والصح اللي نحن عنا مو بضرورة يكون صح عند الآخرين. فأول شيء نقدر نسامح. كلمة نسامح مو كلمة بسيطة، يعني فعلا نعفو، يعني فعلا خلص ما بقى بدي أتذكر هالقصة اللي زعجتني، لحتى بلش الشهر بمحبة. ما يمضى 30 يوم إذا التقيت بهالقريب أو هالقريبة ارجع عصب، ارجع اتضايق، لأنه هذا الشهر بدي يكون مختلفة عن كل الأشهر، بدي يكون فعلا إنسانة، يعني إنسانة بمعنى كلمة إنسانة بكل الرحمة. أهم شيء عادة نحن شهر رمضان منضيع وقتنا كلنا بتحضير السفرة وبيروح نص النهار هيك هلأ لازم نفكر بالآخرين. يعني كل إنسان يفكر بجاره. كانت في عادة كتير حلوة عنا نحن السوريين إنه لما نعمل أكلة الصحن والسكبة يروح على صحيح. سابع جار وعلى آخر دار مثل ما بيقولوا بكل محبة. خلينا نزرع هالمحبة بإنه مثلا بشغلات بسيطة، إنه أنا أتذكر إذا كان عندي جار أو عندي قريب ظروفه مو كتير منيحة، أتذكره بطريقة كتير لبقة، خلينا يكون في معنا محبة. يعني أتذكر إنه أنا عم شارك الآخرين بأكلي، وهي شغلة قمة العطاء، قمة العطاء إني شارك الآخرين بأكلي، بفرحي، بسعادتي. كان رمضان نقضيه كله طلعات وفوتات وعزائم، هلأ هذا الموضوع حيكون قدر الإمكان في اختصار، مجبرين بسبب ظروفنا. فنحن خلينا نكون في محبة ولو بتمرة ولو بأي شيء، بس نشعر إنه عم الآخر. أكيد كلنا ما عاد عنا مفاهيمنا بسبب خلينا نقول الشيء اللي مرينا فيه بالعشر سنين اختلفت. يعني بالأول صار عنا مفهوم نشعر بالنعمة اللي كنا عايشينها. حتى نحن لما منحط تماما ما عاد فينا يعني نحط أربع خمس أصناف، صار نحس إنه نحنا اللقمة اللي عم نحطها عن جد بدنا ناكلها، ما بدنا نكبها، صح. ما بدنا تروح، يعني ما عاد عنا هذا الإسراف، صح. فهذا المفهوم كمان خليه يكون بمحبة. فنحن عنا تسامح، عنا مشاركة الآخرين، عنا عطاء، وأهم العطاء العطاء الروحي، العطاء النفسي، إنه أنا قوي الطرف الآخر، يعني أنا ساعد رفقاتي، معارفي، تجاوزوا
كل هالظروف ويبلشوا شهر يكون خير رحمة إن شاء الله. لحتى إن شاء الله يكون بعد رمضان عنا خير أكتر إن شاء الله, نقدر نكون بهالنفسية الحلوة, لأنه إذا منكون نحن كل إنسان فينا بفكر بإيجابية وبفكر بعطاء منقلص حجم السلبيات بحياتنا, لأنه ما في مثل العطاء. يعني أنت بتحب, كل إنسان فينا بحب يحس بالدعم. حلو أنك تحسي أهلك عم يدعموك, رفيقتك حاسة فيك عم تدعمك, في محبة, في مشاركة, بتمر الحياة بسهولة. لكن إذا أنا بدي أحس أنه وقت المغرب قرب وأنا ماني قدراني أعمل سفرة, ماشي حالة وأنا حاسة بعبء الظروف أو أنا ما عندي شغل, فأنا بده يصير عندي حزن وألم, وهذا الألم بده يولد ألم على الآخرين, لأنه أنا حبلش أشعر بالحسد للآخرين والحقد على الآخرين, بده تتنمى المشاعر السلبية. لهيك العطاء فكرة كتير مهمة. صحيح. قد ما فينا نكون معطائين مع بعض, كل واحد فينا يفكر بشو ممكن يكون معطاء, شو ممكن يقدم خير, يتذكر انه هالشهر شهر رحمة, بشو انا ممكن جسد الرحمة مفهومة, انا كيف ام جسد مفهوم الرحمة باني يكون رحيمة مع اولادي. اذا انا عم علمهم الصيام مو بقتال, مو بعصبية. صحيح. مو بخناق. هلأ ايوة برمضان في طلاب تاسع وبكالوريا, مو كل شوي عصب وخانق عليه. جسد الرحمة مع أولادك, جسد الرحمة مع زوجك, جسد الرحمة مع أهلك. أنا مثلاً الموظف, جسد الرحمة إذا أنا مدير مع موظفيني. ما في داعي إذا أنا هلأ صايم وما عم دخل فوت خانق العالم كله وكأنني مسؤولين عن صيامي, لا, خليني جسد مفهوم الرحمة. منمنن كل العالم أبداً. حوالينا صايمين ما حدا يحكي معنا, فخلينا نجسد مفهوم الرحمة بكل شيء. حتى بسواقتنا العالم بتصير عصبية, خليه يكون عنا بالعكس هدوء. تمام, العكس المطلوب. نتذكر انه القوة بالصبر, القوة بالهدوء. الرحمة مو كلمة, يعني دائما جسد الرحمة بالأرض حتى تنالها من السماء. يعني فخلينا نجسد المفاهيم الحقيقية لشهر رمضان, لأنه شهر رمضان 30 يوم. إذا قدرت تجسد ب 30 يوم تستمر مفهوم الرحمة 5% ممتاز, 70-80 بس جسد. يعني ما بدنا يمرق الشهر والله أنا صمت والله أنا صليت, بس أنا قبل ما أصلي عم سبع أولادي وأنا مصايم معصب بالبيت وأنا وعم جيب الأغراض عم معصب. لا, خلينا شو ما جبنا الحمد لله نشكر الله بخير الحمد. يعني خلينا نعطي مفهوم العطاء الحقيقي والرحمة الحقيقية والتسامح, ويصير عنا إيجابية. بغير هيك صعب يكون في إيجابية. يعني مو بس اللي عم يعطي هو عم يقدم, هو عم ياخذ. أول شيء ثواب حسنات وأيضا سلام نفسي. يعني واحد حتى قد ما كان وقت بيكون في قطع أو قطيعة بصلات الأرحام, والشخص يستعيد العلاقات لحاله, نفسيته بترتاح. تمام. ما عاد بيفكر بأنه أنا عندي مشكلة مع هذا الشخص, بحس عبء وانشال. صح. يعني هو قديش مهم يعرف أنه مو بس هو عم يقدم, هو عم ياخذ طمأطينة, عم ياخذ ثواب وسلام نفسي. كلنا بنكون سعداء بالعطاء. الإنسان بيشعر بالسعادة إذا أنت جبتي سكرة لطفل وحسيتيه مبسوط, تشعري أنك سعيدة. يعني الإنسان بطبيعته بيشعر بمشاعر كبيرة من السعادة بمجرد العطاء. العطاء قانون كوني, يعني هو بيجسد السعادة, بيجذب كل شيء حلو بحياتنا بمجرد أنه يصير عندنا مفهوم العطاء. نحن دائماً بنفكر أنه الشيء اللي لازم نحصل عليه, بس نفكر نحصل عليه. أنا إذا بدي مال بعطي مال, أنا إذا بدي سعادة بعطي سعادة, أنا إذا بدي حب بنشر حب. ما فيني أحصل على شيء أنا ما عم بعطيه أو ما أنا موجود فيني, لأنه دائما كل شيء بيصير بحياتك هو جذب للداخل, هو انعكاس للداخل. لأن إذا أنا دائما شاعرة بالنكد والحزن بجذب مشاكل, بجذب متاعب. فدائما خلينا نفكر شو بدنا. أنا بدي أحس بالسعادة, خليني أنشر السعادة. يعني لما عم زور رفيقتي بدل ما إلا ظروفي ومتاعبي ونكد عليها وجاي أشرب معها فنجان قهوة, خليني يكون سبب بسمة. يعني أحكي مشكلتي, نكد عليها. إيه تمام, عن جد أحكي مشكلتي, نكد على بعض. أحكي مشكلتي برواء, يعني أحكي لها مشكلتي إنه شو رأيك ساوي, شو ممكن أعمل, يلا خلينا ننسى هالقصة, كيفك أنت, خليني انتقل لفكرة إيجابية بشكل ما أطلع من عندها وأنا مبسوطة أنا وياها, مو أطلع من عندها وأنا خليتها تشعر بالأحباط وبالمتاعب. أو مثلا إلا قصة كتير متعبة تصير تفكر معقول أنا يصير معي هيك. لا, خلينا نكون إيجابيين. حتى إذا كان في مريض, نعرف حدا مريض نزوره, نعطيه طاقة إيجابية, نرفع معنويات بعض. لأنه صدقا الإنسان لحاله ما بيقدر يعيش.
إذا ما نحن منساند بعض ما فينا نتجاوز أي محنة بالحياة. يعني كمان طاقة الشهر بتلعب دور، يعني طاقة شهر رمضان هي طاقة روحانية، طاقة عالية جدا. تماما، وطاقة عالية جدا. يمكن مو كل الأشخاص يقدروا يقدروا هي الطاقة وقيمة هي الطاقة، ولكن نحن كيف فينا نحس فيها، نشعرها لهي الطاقة الروحانية وهي الطاقة الإيجابية بتفاصيل حياتنا اليومية خلال هذا الشهر؟ تمام. هلأ شهر رمضان مثل ما حكينا هو شهر طاقته جدا عالية، هالشي بيعرفوه كل الناس الروحانيين الطاقيين حتى بالعبادات، فهو شهر رحمة. أنا ما فيني جسد هالرحمة إذا ما أنا اتمثلتها بداخلي، ما فيني أشعر بهالطاقة الروحانية إذا ما كان في الحب منتشر حولي. كيف بدي أشعر بالمحبة إذا أنا ساكن بمكان الأشخاص اللي حولي ما في محبة، ما في رحمة، صارت الطاقة بدل ما تكون روحانية صارت طاقة سلبية. نحن عنا مفهوم خاطئ. شهر رمضان هو شهر مو بس عبادات، هو شهر رحمة مغفرة، يعني هو شهر سلوك. سلوك، ودائما العبادة هي سلوك، حياتي يومي سلوك. تماما. الإنسان بده يظهر هالعبادة بسلوكه، يعني الرحمة بده تظهر بسلوكه، التقرب من الله. يعني حتى هي الصلاة هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن تواصل مع الخالق. فأنا لما عم تواصل مع الله سبحانه وتعالى بتواصل حتى بسلوكي، بتعاملي مع الآخرين. فما فيني أشعر بهالطاقة الروحانية إذا ما شعرت بالمحبة. يعني أنت تخيلي قريب إنسان ظروفه جيدة وبيعرف أنه عنده أقرباء ظروفهم ما لا جيدة، فكر بشهر رمضان يعمل مساعدة كتير حلوة. مو عمل سلة رمضانية، عمل سلة مرتبة فيها كل شيء، وإجا هيك هالقريب بهالزيارة بهالمحبة قدمها، ما فيها تشعر معنا رضيانة ست البيت، يعني بتشعر إنه هي فات الخير على بيتها وبمحبة، مو بمنية، مو بتصوير، مو شوفوني شو عم بعمل. يعني هون نحن دايما لازم نراعي مشاعر الآخرين بأي شيء نسلكه بنقوم فيه، لأنه نحن الناس كتلة من المشاعر، نحن البشر كتلة من المشاعر، ونتأثر وبكلمة نتأثر وبمحبة وبعاطفة، يعني منكب حالنا مثل ما بيقولوا. فنحن بطبيعتنا شعوب عاطفية، لهيك لازم نستغل هالشهر ونكون مناح مع بعض قدر الإمكان، قد ما بتقدر. مو قدران تكون منيح لا تكون شرير، يعني أبدا يا صهير الخير اللي جواتك، يا أبدا بهالشهر يا ريت توقع نفسك ما في بالشكلة، بس لأنه هذا الشهر عن جد لازم يكون نحن مع بعض حلو يمرق بخير. رمضان ببسمة على كل الناس مثله مثل العيد، 30 يوم يعني رحمة ومغفرة. نحس إنه رمضان فعلا رمضان كريم، يعني جسد كريم رحيم، هدول الأشياء نجسدهم بنكون نحن كتير مناح. يعني نطول بالنا ونصبر ونتسامح. كلمة نتسامح مو سهلة، مو مرقت شغلة ارجع قول أنا عملت هيك وسامحت، يعني نبطل هذا العتب. القوة، تذكر إنه القوة هي بإني اتجاوز الفترة. إذا مر هالشهر، يعني إذا مر الشهر وأنت شعرة ب 50% ابتسامة أو 30% كتير منيح، لأنه إذا ما عملنا هيك رح ننسى شو يعني سعادة، رح ننسى كيف نضحك، مو نقطة يعني سهلة هذا الموضوع. وإن شاء الله يكون شهر رحمة وسعادة لنا جميعا يا رب. إن شاء الله يا رب. يعني سلوى حكيتي نقاط جدا مهمة، حكيتي قصص يعني يمكن بتمر بحياتنا اليومية طبعا. وما حدا فينا كامل، وما حدا فينا يعني ما بحاجة لأنه يعرف شو بده يعمل. أكيد مثل ما قلتي مرة بخلال لقاءاتنا، كل حدا فينا عنده خير وعنده شر، يظهر خيره تماما. وهلا قلتي كلمة كتير مهمة، يعني إذا ما قدر يعمل خير يا ريت ما يكون شرير على آخرين. بدي أول شيء أتمنى لك بقية نهار حلو، وإن شاء الله شهر هيك بصحة وعافية لك ولعائلتك، وشكرا لك. شكرا لك سلوى، يعني بنتمنى فعلا انه هي النصائح لليوم وجهتيها لكل الاشخاص توصل للكل. بنتمنى هالشهر فعلا يمرق على خير ونجسد فيه كل هي التفاصيل الروحانيه. شكرا لك. شكرا لكم جميعا، كل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير.